العالم العلامة أحمد الغازي الحسيني في وضعية صحية حرجة أخذت منه عنفوانه ونظرة وجهه وهيئته. بين العقاقير والأدوية يتيه بين جدران المخيلة، عل الله تعالى يضع بعد العسر يسرا. توحشتي القروينة وسنة بزاف يا يشويش حتى شيء. الطلبة ديالك والأجواء كيفاش كتشوف هذا ما إن شاء الله؟ دوزة القوي، دوزة وسط القوي، الله تعالى يحسن بالجميع. ولأنه المريض الجبار لا يقبل المواجهة المباشرة، سكن المرض هذا الجسد النحيف الذي تعايش معه حتى عهد قريب ليحكم قبضته التي يقاومها الصرح العتيد بمعنويات مرتفعة يقوي جبهتها الأطباء والإيمان بالله. دابا داك الكلوالي منيا راه خدام من داك الشرفع كتجيب تقريبا واحد 3-4 لتر ديال البولة في النهار، وداك لاكرياتين اللي كانت عنده طالعة بزاف دابا راه هبطات تحت 100، دونك الحاله ديالو راها كتحسن بشويه بشويه. ودابا ملي عاود عيا شويش احنا معاه كنتمنوا له الشفاء ان شاء الله، الله يعجل له بالشفاء. وقد عرف العلامة احمد الغازي الحسيني بتقديمه للبرنامج الشهير ركن المفتي بالقناة الاولى، هذا الى جانب عطائه الكبير في الحقل العلمي والمعرفي على مدى يزيد عن 70 سنة كاستاذ بجامع القرويين العامر. العمل التجاري يكون في المغامرة. نسأل الله الشفاء العاجل لمربي الأجيال حتى يعود إلى أهله وذويه.